السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد الأصدقاء بياخد الفيو دوت ويروح مغير الشكل دوت للون واحد، فبيسأل هل ممكن نعمل الموضوع ده على الريفت مباشرة بدل ما نصدر لبرنامج آخر ونعدل فيه؟ أول حاجة لازم نعرف دي الكاتيجوري، هي دي فرنتشر أكيد يعني، بس نعمل سيلكت. ظهر عندي إنها جروب، هقول له إيه جروب، أعمل سيلكت، قال لي إنها فرنتشر. طيب يبقى أنا هخش في الفي في وهاجي هنا اقول له انا عايز فرنتشر، بلاقي عندي بروجكشن وقط. بروجكشن يبقى خط القطع اوطى اعلى من الشغل بتاعي، قط يبقى خط القطع قاطع في الشغل بتاعي. طيب هاجي هنا في الفرنتشر واقول له فرايت، واقول له انا عايز اللون يكون لون رمادي بالشكل دوت، وعايز الشكل يكون سوليد مفهوش هاتشات، واللاين بتاعي برضو انا عايز يكون برضو رمادي بالشكل دوت. اوكي، والباترن اللي عايزه يكون خط ونقطة والحاجات دي، اقول له اوكي هيظهر معايا الشغل زي ما انت شايف كله بنفس اللون.